اذهب الى الكوفه. كيف ونصر الاكل هناك وزياده صفوان ومحمد بن ماجه؟ اتريد للسر الذاتي انزاع؟ ان محمد بن يزيد رجل صالح من بيت صلاح، وشيوخه يحبونه ويقدرونه. من انا ولهذا؟ محمد بن يزيد بن ماجه سيجعل شيوخه يداوون ابنتك او يوجهونه لمن يداويها. السلام عليكم. لقد تأخر زواج ابنتي، لابد من السفر. نعم لابد من السفر. لا داعي لكل هذا الحزن يا بنياتي. كيف يا أبتي؟ كيف وهذا المرض يفتك بي؟ سنسافر، سنسافر حيث الطب والأطباء، حيث العلم والعلماء. أنا أجد أملا. نقود أبيك ماله يخلق الأمل. سأدفع أي مبالغ لأعالجك يا بنيتي. أحقا أحقا أعالج أبتي؟ المال يا بنيتي يشتري كل شيء، حتى لو استطع الأمر اشتريت لك جلدا جديدا. سأعد للسفر، سنسافر إلى الكوفة. اطمئني يا بنيتي، اطمئني اطمئني يا وضاح. هاتي لي عبد الله بن ماجه. لقد درست وأخي محمد أول ما درسنا على يد أبي شيخ قزوين وعالمها رحمه الله. ثم انطلق محمد كما انطلقت قبله يجمع علوم الشرقيين، فدرس في نيسابور على يد شيخها إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ثم في مروى على يد شيخها محمد بن بشار. لقد درس أخي على يد البخاري ومسلم والترمذي، ثم درس بعد ذلك علوم الله. يا عبد الله يا عبد الله. نعم يا سيدي. ارحمني ارحمني، انا لا اريد ان اعرف تاريخ اخيك محمد ودراساته. انتم بيت علم يا اخي، انا كل ما اريد ان اعرفه عنوان اخيك في الكوفه. ستجدوه في المسجد يدرس على شيخ الكوفه وعالمها أبي بكر بن أبي شيبة، وهو أيضا شيخ البخاري والترمذي ومسلم. يا عبد الله يا عبد الله، أنا لست من الفقهاء، أنا من التجار، من أكبر تجار قزوين. ارحمني ارحمني يا عبد الله. بكم ها؟ 5 بدرهم. أكلت واحدة ويبقى لك 4. لا لا لا، لن أشتري، فاكهتك غالية الثمن. لن أتركك إلا بعد أن تدفع ثمن ما أكل، ألا تفهم؟ دع يدي، أنا لست غبيا. بل أنت أخ تريد أن تتصادر. سأضربك. أنت أخ سأضربك يا هذا. سأضربك، دع ملابسي، لن أدفع ثمن. دعه يا رجل. دينك فاسد، دينك فاسد. لماذا تنسي الشجرة؟ لأنه غبي ولص. يا أخي يا أخي لا تسب، وعامل الناس بخلق حسن. من أنت حتى تعلمني؟ أنا محمد بن يزيد بن ماجة، وهذا أخي نصر بن حازم، وهذا زياد بن صفوان الثري. ها؟ ماذا لك عنده؟ أكل حبة ولي درهم وله 4. تفضل، هذا هو الدرهم، ولا تتشجر. تفضل، هيا 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 هيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اجلس مكانك يا رجل، هل أنت غبي؟ كيف تسبوني وأنت في المسجد؟ ها؟ كيف؟ لأنك تتخطى الجالسين. ما شأنك أنت أتخطى ولا أتخطى؟ ما شأنك أنت؟ أنا ذاهب إلى مجلس الشيخ أبي بكر بن أبي شيبة هناك. بل اجلس هنا حتى تتعلم كيف تبكر إلى مجالس الشيوخ.
محمود. نعم يا سيدي. أنت هنا مكاني في غيابي، أريدك أن تتولى تجارتي في كل محلاتي. أمرك يا سيدي. وليعلم الجميع أن من لا يعمل بجد لا يستحق أجرا ولا طعاما، فأنا أعرف كل شيء ولا يستطيع أحد منكم أن يهرب من غضبي. ولماذا تغضب يا سيدي؟ إن عمالك مخلصون. أوه. هيا 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 انتظر يا محمود. أمرك يا سيدي. البضائع التي هنا ثمنها 100,000. اشتريناها بأقل من هذا بكثير. محمود، أنا من أكبر تجار قزوين، والبضائع التي عندي ليست عند أحد، فأنا الذي أحدد ثمنها. سأنفذ ما تريد. فهمت يا محمود؟ أجل يا سيدي. حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. الحديث يبين لنا أن ما سنه الرسول فرض واجب الطاعة. يقول جل ثناؤه في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول في الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآيات متعددة، وكذلك الأحاديث تبين لنا أن سنن الرسول بيان للدين. ويقول برواية أبي هريرة: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم لسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. إن الرسول هنا يأمر الصحابة ألا يسألوه عما لا يحدثهم فيه، لأن كثرة السؤال يتبعها إجابة تفرض أمرا مما يشق على العباد لكثرة الأوامر. لماذا تشاجرت مع الفاكهي يا زياد؟ هل اشتكى؟ إنه يتبع صاحبكم كما علمت، يريد أن يثأر منه فقد ضربه. إنه مطفف. ولماذا تأكل ما ليس لك؟ كنت أشتري، ومن يشتري يتذوق. افهم يا فتى أنه ليس من حقك أن تقرب ما ليس لك. الكل يتهمون اليوم بالغباء. لا تسرف على نفسك وعلى الناس. إذن فأنت يا ابن ماجة من أخبر الشيخ بما حدث، تنتقصني عنده؟ اصمت يا فتى، وحسبك ما فعلت حتى الآن. ماذا تراه يرضي الفاكهية يا محمد؟ يا شيخنا، إنها قضية زياد وليست قضية محمد. زياد ينقصه الكثير، وأول ما ينقصه الحلم. إن هناك من أوغر صدر شيخي عليه، أظن أنه ابن ماجة. ماذا يريد هذا الفتى مني؟ انظر أمامك يا غبي، هل أنت أعمى؟ لماذا غضب صاحبك؟ إنه اليوم ضيق الصدر. يا شيخنا، إنك لم تذكر في حديثك حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، مع أنه في صلب الموضوع. لهذا مقام آخر وجلسة أخرى، ولكن الحديث الشريف ملزم للمسلم. ابن ماجة أسرع إلى الشيخ يخبره أني تشاجرت، يريد أن يحط من قدري. أنا زياد بن صفوان يريد أن يحط من قدري عنده. تعال يا فتى تعال، لقد أوسعتني ضربا أمام من معك، وسأرد لك الضربة الآن. انتظر، ألم تأخذ ثمن الفاكهة؟ أخذتها. كن حليما. لكن لك عندي سأعطيك ما تشاء. لك عندي لقمات لابد أن تأخذها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،
يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. محمد، إن زيادا لم يرجع إلى غرفته بعد. لعله يصلي في المسجد. لا، لعله يزور أحد أصدقائه. لا أعتقد، فأصدقاء زياد نادرون. وماذا تقترح؟ لابد لنا من البحث عنه. وهل تعرف الطريق الذي سنسلكه في البحث؟ يا نصر بن حازم، لقد أحضروا زياد بن صفوان إلى غرفته وبه كسور وردود. هيا محمد، هيا. يا عيني، شكرا شكرا لكم، شكرا لكم ضلوعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ لا شك في أنك تعرف ما حدث تماما، فقد أخبرت به ابن أبي شيبة. أنا لم أقل شيئا للشيخ عنك. لست في حال تسمح لي بمناقشتك وعقابك. مهلا مهلا يا زياد، ماذا حدث؟ ذلك البائع، ذلك البائع ومعه عدد من أهله انفردوا بي، انفردوا بي يا نصر، واعتدوا علي بالضرب. لو كان وحده لأكلته، ولكنهم كانوا كثرة. كيف نقوله للشيخ ونحن لم نعرفه إلا منك؟ أنا في حاجة إلى الراحة. إنك تظلم نفسك يا رجل بسوء الظن، وعلى أي حال سأتركك تستريح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ضربك أحدهم على رأسك؟ من الذي أخبر ابن أبي شيبة بأمر بائع الفكاهة يا نصر؟ ليس محمدا بلا شك، فقد لزمته منذ خرج من داري حتى عاد إليها، لقد كنت معه طوال اليوم. يا نصر أنا قزويني مثلكما وأضرب هكذا؟ ثم إن ابن ماجة يحاول أن يتفوق علينا ويظهر علينا ويتقرب من هذا وذاك بالوشاية بنا. ليس هذا من خلق محمد بن يزيد، فمحمد سيفوق الكل لأنه متفرغ للعلم وسيعيش له. أما أنا فسأنضم إلى أبي في الغزو والفتح في قزوين، وأنت ستنضم إلى أبيك في التجارة والمال، أما محمد فهو لهذا العلم. قالوا لابد لنا من بعض العلم. نحن إذا مختلفان عن محمد بن يزيد، فالعلم حياته لكنه حليتنا. اسمع يا نصر، لابد من ضرب هذا البائع كما ضربني. ما أيسر أن أضربه، لكنه سينفرد بك ويضربك مرة أخرى. لابد وأنا أتعلم كيف أضربه وأضرب أمثاله. تضرب من؟ إن البائع لن ينتظرك حتى تتعلم. إذن أضرب محمد بن ماجه. إن محمدا لم يضربك يا أخي، اتق الله، لا تتحامل على رجل فاضل. لو فكرت قليلا لا اعترفت بهذا. أتتهمني أنت أيضا بالغباء يا نصر؟ أنا لست غبيا، أنا حاد الذكاء، ثم أنا سيد من سادات قزوين. ومع هذا فقد استطاع شيء كابن ماجه أن يحظى بمكانة لم أنلها أنا ولن تنالها أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. حدثنا زيد بن الحباب عن شيوخه عن المقدام بن معد كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا يعظم حديثه صلى الله عليه وسلم ويغلظ على من يعارضه في حجيته، ومن يماري في هذا يخرج على الشرع. روى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث صحيح، ومعناه أن من ابتدع بدعة ردت له، فليس في الدين إلا ما شرع الله ورسوله. فمن رواية أبي هريرة أيضا قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. الأحاديث جميعا تبين لنا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل لنا عباداتنا ومناسكنا، وأننا مسؤولون عن اتباعه. اسأل يا فتح عن دار الأزرق التي يسكنها نصر القزويني. قل لي يا فتى. نعم. من قال لك إن محمدا حدثني عنك؟ ولم يحدثك؟ لا. أتقول الحق أم أنك تحميه؟ أشهد إنك سفيه، فأنا لا أكذب، وهو ليس في حاجة لمن يحميه منك أو من غيرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا شيخنا. إنها ليست في هذه الناحية يا سيدي. كأن كوفة غابة، هي السقم تحديد مبنى فيها. إنه مكان غريب علينا ونحن غرباء عليه. اسأل من جديد يا غبي. لا بد لك أن تعرف دكاكين الوراقين في الكوفة، فهي زاد من كان العلم زاده. أعرفها يا شيخي. ثم إن الكوفة محطة من محطات الدرس التي بدأت بقزوين بلدي، ثم مدارس الشرق جميعا. لابد لي من جمع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من شيوخ جيلي، وأحاول أن أزيد. لقد صار البخاري قبلنا على الطريق ونتبعه عليه إن شاء الله. إن شاء الله. إن الوراق يمدنا بمادة نكتب بها وبالأوراق، وإنه أحيانا ينسخ لنا الكتب وهو يعرف كتبا جديدة. أتقصد الكتب الجديدة التي ترد من رومية وغيرها؟ ما لنا ولهذا يا محمد، إن زادنا سلفي خالص، القرآن الكريم والسنة الشريفة والسيرة العطرة مجال علمنا، وأحكام الصحابة والتابعين والمسائل التي سئلوا فيها. وأحكام الصحابة والتابعين. لقد خصصت أكثر من جلسة لذكر الأحاديث الدالة على أن السنة ملزمة للمسلم. إنها ملزمة بلا شك. الحق جل شأنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والآية كما ترى تبين لك أن الكتاب والسنة ملزمان للمسلم. إن عبادات كثيرة ذكرت في القرآن جملة وفصلتها السنة. ستجد أعداء الدين يحاولون أن يشيعوا أنهم ملتزمون بالقرآن وحسبهم ما فيه، ويحاولون التشكيك في الالتزام بالسنة أو في رواة الحديث، وهكذا من الحروب التي يشنونها ضد الدين بهدف النيل منه. لن ينالوا منه إن شاء الله. أهلا 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 أهلا، تفضلوا. يا أهلا يا أهلا يا أهلا، أنارت الكوفة والله والله أنارت. أنا صاحب نصر، أنا زياد بن صفوان القزويني التاجر. ألا تعرفني يا سيدي؟ أعرف أباك. أين ابن أخي؟ أين ابن أخي نصر؟ سوف أرسل إليه. نذهب إليه. ربما لا يكون في سكنه، فهل يعقل أن تقفوا في الشارع ولكم هنا أهل
وسكن. تفضلوا تفضلوا. لماذا تكلف نفسك؟ يا أهلا يا أهلا، إن الفاكهة مقدمة لما يعد من أفخر وأجود أنواع الطعام. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. بورك فيك. إنكما والله لا تعرفان مدى سعادتي برؤيتكما. لقد ضقت ذرعا بالمكان ومن فيه وكدت أعود، ولكن مجيئكما يعني حتما سيحفزني على البقاء. وهل تضيق ذرعا وأنت في مدينة كالكوفة؟ إن بلدي قزوين قرية صغيرة بالنسبة لبلدكم. إن المرأة يا سيدتي إذا أحب المكان أحب أهله، وإذا كره المكان يا سيدي كره أهله، وقد كرهت الكوفة. تصور يا سيدي أنك ما إن تحدث أحدا إلا ويتهمك بالغباء ألف مرة. لماذا؟ الناس يا سيدي، الناس ليسوا كما نأمل. ناهيك يا سيدي عن الدسائس والمؤامرات التي لا تكف. حتى في مجالس العلم؟ حتى في مجالس العلم. من؟ عمي العلاء؟ يا مرحبا يا مرحبا. نصر نصر ابن أخي، لقد بحثت عنك كثيرا. أنا في المبنى المقابل. سنحتل سكنك وستقيم أنت هنا مع صاحبك حتى تجد لنا سكنا. حبا وكرامة. تفضلوا تفضلوا. انتظر انتظر يا نصر، سنأكل. فقد أمرت بإعداد أجود وأحلى وأجمل أنواع الطعام. ولماذا تكلف نفسك؟ أكلف نفسي؟ هل هذا كلام؟ إن اليوم من أجمل وأحلى أيام حياتي، إلا أن هناك مشكلة أرجو أن يتولاها نصر مع الشيخ. بل يتولاها محمد بن يزيد. لا أحب هذا الفتى. إنه أفضلنا دينا وعلما وخلقا. أنت منحاز له. وبعد أين الطعام حتى نذهب إلى السكن ونستريح؟ فلنذهب إلى سكننا ويعد هو الطعام ويرسله، فالسكن قريب. ولماذا نصر؟ لماذا تحرمني من جمال هذه الصحبة؟ إنهم مرهقون من السفر. هيا يا عمي تفضل. هيا يا السهر هيا. ولعل الأحاديث الأربعة تبين أن الله جاعل أمة من المسلمين تقوم بأمر الله إلى يوم الساعة، ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. ومعنى هذا أن السنة النبوية الشريفة ملزمة للمسلم، ومن ادعى غير هذا فهو عاصي. يقول الحق جل ثناؤه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. صدق الله العظيم. الآية إذن تغلق الباب تماما أمام من ادعى جهلا أو عداء أن السنة غير ملزمة. يا مرحبا يا مرحبا، تفضل تفضل يا عم. هذه الدار تكفي، بها غرف كثيرة تكفي للعبيد وللجارية ولك ولي. أتأخذها مني يا عمي؟ نعم، نام الليلة معي. أو معي معي. وفي الغد ابحث لك عن سكن آخر. نعم. هل تقضي مدة طويلة في الكوفة؟ لم أحدد بعد. أيها الشبان، هيا هيا إلى النوم، فنحن مرهقان من السفر ونريد أن نستريح. أنا مرهق.
هيا هيا يا نصر، واترك الدار لعمك ولابنة عمك. انتظر أنت، لا شأن لك بهذا. ثيابي هنا، غدا خذها. هيا 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 يا نصر، وتعالى في الغد خذها. هيا 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 هيا، تصبحون على خير. ماذا تنتظر؟ اخرج اخرج. لقد كنت جافا معهما يا أبتي. أنا مرهق ولا شك أنك كذلك، وهما شباب والشباب لا يشعر بالإرهاق. أي الغرف تختار يا أبتي؟ ستكون غرفتك بجوار غرفتي، وسنترك غرفة للجارية. أبي، ليست معي جواري. سأشتري لك جارية تقوم على خدمتك. سهى، إنني مرهق، هيا لنستريح. هيا. لقد ظلت عيناه تبحثان عن عيني في محاولات متعددة لمشاغلتي. ليس للحب في الوقت الحالي مكان، ولن يكون قبل أن ينجح المسعى الذي جئنا له. إنه جريء جدا وبه شراسة. ربما كان الرجال هكذا في شبابهم، فأنا لا أعرف عنهم شيئا. قمر ناضى دائرا. هيا يا بنا نعود لننام. أنا سعيد جدا يا نصر، أنا لا أريد أن أنام الليلة. مسهد جفن، وما ذنبي؟ نصر، هل تتوسط لي عند شيخي حتى يعفو عني؟ نحدث محمدا حتى يشفع لك عنده. لا أحب هذا الفتى. لماذا؟ إنه من أفضل الناس. لا أحبه. أهي الغيرة؟ الغيرة؟ الغيرة مما؟ ولماذا؟ لأنه ذاكرة حافظة فذة. أنا لم أتي إلى الكوفة لكي أكون ذاكرة حافظة فذة، لقد أتيت إلى الكوفة لجلب بعض العلم. كحلية، أنا تاجر، ابن تاجر. أنا مرهق، أريد أن أنام. انتظر يا نصر، لماذا أنت في عجلة؟ أنا لا أريد أن أنام، مسهد جفني. قلت لك إني مرهق، ألا تفهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له: إنا لنمنعهن. فقال: فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن؟ الحديث إذن يبين لنا أن من حق النساء الصلاة في المساجد، ومن يمنع زوجته أو ابنته من الصلاة في المسجد فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني شريك عن شيوخه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن الأحاديث يا إخواني متعددة، تبين أن تدليس الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يولد فاعله النار. فهناك في هذا الباب حديث أنس بن مالك، وحديث جابر، وحديث أبي هريرة، وحديث الزبير بن العوام وغيرهم، وكلها تؤكد أن من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثواه النار. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دين، ومن يكذب في الدين فلا مخرج له، لأنه يضلل الناس ويفتنهم.
أريد طبيبا بارعا. عافاك الله وشفاك. شفى الله من أداوي. لي عليك شرط ألا تخبر أحدا بأمر الطبيب أو المريض، وخصوصا ابن أخي وزياد بن صفوان. أريد أن يظل الأمر سرا بيننا. لك ما تريد. المسألة لابنتي مريضة وهي نبيلة من النبلاء، وقد يرى ابن أخي أو صديقه الزواج منها. إنهما فاضلان، بل من النبلاء، والنبيل يريد زوجة سليمة وليست مريضة. نسأل الله أن يشفيها. أقول لك هذا لأنك لست مثلهما. شكرا لك. أنت رقيق الحال كأبيك، ونحن ننظر إليكم كخدم لنا. كنتم منذ الأزل خدما لنا. أشكركم على أسلوبكم المهذب. نفذ ما قلته لك، وحذاري أن يعرف أحد شيئا مما قلته لك. لن يعرف أحد شيئا إن شاء الله. إن ابنتي مصابة بمرض جلدي، وأريد أن أعالجها قبل أن يبلأ جسدها. سأسأل شيخي عن أكبر أطباء العراق وأمهرها. سرا سرا يا محمد، فابنتي في سن الزواج. أقول لك هذا لأنك لست مثلهما. أنت رقيق الحال كأبيك، ونحن ننظر إليكم كخدم لنا. كنتم منذ الأزل خدما لنا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. كنا دائما خدما لدينه جل وعلا، ولم نكن أبدا خدما لغيره. لماذا تغضب هكذا؟ أغضبت لأنه نعتك وأهلك بالخدم، أم لأنه لم يسوك برفاقك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. علاء موجود؟ لا، لم يرجع منذ خرج. قلت أزوركم، فقد اشتقت إليكم. مرحبا، يمكنك أن تعود عندما يرجع أبي. إن رؤيتكم أسعدتني جدا. أدام الله عليكم السعادة. وعليك أنت أيضا. فأنت لا تعرفين كم كنت ضيق الصدر بالكوفة ومن فيها حتى ظهرتي. تبدو الكوفة مدينة جميلة، تفضل قزوين بلدنا. لا تقارني بين الكوفة وقزوين. لا 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 لا، في قزوين أهلنا وخدمنا وعبيدنا وأموالنا، أما هنا في الكوفة فنحن في غربة. أو أقصد كنت في غربة حتى رأيتك، فقد أزلت وحشة المكان. لا تبالغ، فما أنا إلا زائرة، سرعان ما تعود لقزوين. وأنا أيضا سأعود بعد جمع بعض العلم معرفة ووجاهة لأدير تجارتنا هناك في قزوين. فأبي يود لو تركها لي ولأخوتي. لقد جئت إلى الكوفة للمعرفة، للمعرفة فقط، جريا على عادة وجهاء الناس وأثريائهم، ونحن منهم، إننا أثرياء جدا. لكن لابد من العلم. هل وجودي يضايقك؟ لا أبدا، لكن أبي ليس هنا، ولا يجوز أن تقف هكذا، كما أنه لا يجوز أن أدعوك للبقاء. لكن إن عدت وأبي هنا تستطيع أن تبقى ما شئت. سيحدث. لقد أردت أن أعبر لك عن مدى سعادتي برؤيتك، فقد أزلت وحشة المكان
وخلعت عليه من جمالك جمالا. ربما تكون متعجلا. لا، أنا على يقين مما أقول. والآن الآن أستودعك الله سويعة، سويعة فقط، وسأرجع عندما يرجع أبوك. فأنا أنا لا 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 أطيق عن داركم بعدا، لا 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 أطيق عن داركم بعدا. لقد طلب الرجل منك مطلبا لا يجافي الشرع وأنت لم تسأل، لماذا؟ مخافة الكذب؟ إنه يريد أن أتحايل في الذهاب بالطبيب سرا، أو أن أجمعه وابنته بالطبيب عندي، أو أن أقوم بإبعاد زياد ونصر حتى يرى الطبيب من يرى. لست أرى بذلك بأسا، فأنا لا أراه يضر بأحد وهو يحاول التمسك بما له من أسرار. والآن هل أذكرك أم تذكرني؟ وبما أذكركم يا شيخي؟ حدثني بحديث أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من نعظ بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما بال صاحبك يحوط أمره بالتآمر والسرية كأننا سنصرخ جملا؟ إننا لن نضر أحدا إن اتبعنا ما شرط. أهناك حياء من المرض؟ إن الناس لا يستحيون من المرض، لأنه قضاء الله وقدره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل أخبرك ابن واجه بشرطي؟ نعم أخبرني. هل أنت المريض؟ لا، بل الصبية. تستطيعان أن تدخل أي غرفة في الدار لتناقش ما تريدان، أما أنا فسأذهب إلى المسجد وأعود بعد ساعة. لا، لتبقى هنا، ربما نكون في حاجة إليك، ونحن لم نأتي بخادم لخدمتنا. لك ما تريد، تفضلوا. هذه الغرفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. صدق الله العظيم. أحسن أن طلب الكتمان. لا تخبرني بشيء من أمر المرض أرجوك. سأعطي محمدا بقية الدواء إن حضر إلي في الغد. سأكلفه أن يمر عليك في الموعد الذي تحدده له ويأتيني بالدواء سرا. والآن أستودعكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعت ما قاله الطبيب؟ قد يكون محمد ليس فارغا في ذلك الوقت يا أبتي. ليتفرغ وليفعل ما أمرته به، إنه أهله من خدمنا. هل كان من بيتنا خدم عندكم يا سيدي؟ هل ترفض خدمتي؟ لا، ولكني أتحرى الصدق لأعرف، فالمعرفة مطلوبة. ها، من أنتم؟ نحن رجال دين، عمرنا ومالنا كله في خدمة دينه جل شأنه. لقد أغضبته يا أبتي. لم أغضب يا سيدتي، ولا يحق لي الغضب. غدا إن شاء الله أحضر الدواء من الطبيب إليكم. حذاري، حذاري أن يعرف عن هذا الشيء، حذاري. لا تغضب، فهو على جفافه طيب القلب. هيا يا سهى، هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. قال رسول الله وقلنا صلى الله عليه وسلم: من رحمته قد أهدانا، من رحمته قد أهدانا. يا رسول الله، الهادي وبيده اليمنى مفتاح الفردوس الأعظم، ما أسعدنا إن نادانا، ما أسعدنا. Oh,